امبارح كنا حكينا على كريستوف غالتييه المدرب الفرنسي العنصري، اليوم تفاجأنا بأن الدولي الجزائري أندي ديلور يدافع عن كريستوف غالتييه، وقال بأن غالتييه لم يقل هذا الكلام ولم أسمح يدلي أبدا بعبارات عنصرية، قضيت معه كل الموسم وتابعت كل ما يقول، وتابع شهادته بأن هنالك حكاية عشتها وتم وصفها بشكل مختلف في الصحافة عن قضية الصيام. قال بأنه طلب المدرب من اللاعبين المسلمين أن يستيقظوا باكرا لتناول وجبات خاصة، ويقول بوداوي الوحيد الذي لم يستيقظ، هو يعني يدافع عن غالتييه ويدين هشام بوداوي، وبالتالي غالتييه رفض إشراك بوداوي وعاقبه. ما رأيك في تنصيب ديلور نفسه محاميا عن غالتييه؟ والله ديلور معروف مثل هكذا خرجات، لو تابعت حوالي تقريبا منذ 21 يوم ديلور في خرجة إعلامية على مستوى احد الجرائد الفرنسيه على ما اظن، كان تكلم وانتقد رياض محرز وقال لك لا يمكن ان يكون رياض محرز قائد مثالي للخضر ولا يتمتع بالشخصيه القياديه، قال لك اعتبر محرز مجرد لاعب مهاري لا غير، وبالتالي في نفس الوقت شكر بالليلي ومدحه على الأداء المقدم وأكد على أنه بالليلي يستحق مكانه في المنتخب الوطني، وكأنه يريد أن يمارس ضغط مسبق على الناخب الوطني لفرض عليه بالليلي أو أحد اللاعبين، وبالتالي في نفس الوقت انتقد رياض محرز اللي كان زميله في المنتخب الوطني، واللي حسب المعلومات وحسب المعلومات التي بحوزتنا كنا قريبين من لاعبي المنتخب الوطني. يعني أكد بأنه محرز من بين اللاعبين اللي سهلوا مأمورية التحاق ديلور بعد الحادثة الشهيرة مع جمال بن ماضي بعدما أمضى في أحد الأندية، وطلب من بن ماضي إعفائه من لاعب بلكان، عاد بعد ذلك ومحرز ساعده في ذلك وانتقده، والآن يدافع عن المدرب الفرنسي. يعني هو ديلور عقيدته خالف تعرف، يقوم بأي شيء يعاكس المنطق. شكرا لك. أيوة. شكرا لك وليد رئيسي هذا المسؤول. ونفس الشيء قام به مع المدرب العنصري، مدح مدربه الذي أشرف عليه، وفي المقابل أراد أن يطيح بهشام بوداوي وانتقده بطريقة مباشرة. مثل هكذا خرجت للاعبي ذوي المزدوجي الجنسية، أعتبرها أمر عادي لأنه ليس أبناء الوطن الواحد، لا مش كاع نحكو على ربما الأقلية. لا لا معليش، هذه لا علاقة لها بمن ينتمي الوطن ولا عندها علاقة بعقلية مزاجية تاع ديلور، هذه عقلية خاصة.